بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بنقول للمجوس وبنقول للمجنسين في البحرين ومن يريد بمملكة البحرين العزيزة، بنقول لهم ان البحرين خط أحمر. طبعا يعني المظاهرات اللي حصلت وعمليات التخريب من بعض الغوغاء وبعض الأوباش الذين خرجوا لمجرد إنسان مات بمرض من الأمراض، إنسان مات بمرض كورونا، بمرض أي مرض، المشكلة يعني لماذا يحملون الدولة يعني مغبة هذا الأمر؟ المسألة ليست مثلا واحد مات أو غيره، لا، هم يريدون ويستهدفون مملكة البحرين. وكما تعلمون أن مملكة البحرين أصلا تغيظ بلاد الفرس، بلاد المجوس. اللي ما يعرفش التاريخ يرجع للتاريخ ويشوف مملكة البحرين يعني خرجت منها الغزوات يعني تلو الأخرى لنشر الإسلام في بلاد فارس وفتح بلاد فارس، وأول عبور من البحر إلى الضفة الأخرى للخليج العربي لفتح بلاد فارس خرج من البحرين. البحرين لها سابقة ولها صولات وجولات في نشر الدين الإسلامي، ولذلك البحرين بالتحديد يعني في غيظ منها من ناحية المجوس الرافضة، متغاظين منها جدا جدا. يعني ما يتغاظوش من الإمارات زي البحرين، ما يتغاظوش من قطر زي البحرين، ما يتغاظوش من الكويت زي البحرين، لكن هم يتغاظوا جدا جدا من البحرين والمملكة العربية السعودية، مع ان يعني البحرين نفعتهم يعني في نشرة الاسلام واخرجتهم من الظلمات الى النور، لكن لا، اصحاب الدين الجديد منذ ثورة الخميني لعنه الله، وهم طبعا يعني دين الرافضة هذا دين غير دين الاسلام تماما. يعني من يسب الصحابة، من يكفر الصحابة، من يتهم امهات المؤمنين في شرفهن إلى آخر مثل هذا الكلام، إلى الذي يعتقد تحريف القرآن، الذي يعتقد المسجد الأقصى في السماء وليس في فلسطين، زي طبعا الأستاذ محمد البشري يعني لما بيقول لك المسجد الأقصى ده في الجعرانة مش في، يعني راجل مأفون يعني أصلا، يعني المفروض يودوه مستشفى المجانين في مملكة البحرين الحبيبة، ولو ما عندهمش يعني سراير فاضية عندنا مستشفى العباسية في مصر ممكن نعالجه. حتى الناس اللي وراه يعني المتابعين بتوعه بعض منهم طبعا ايضا يعني منتكسين الفطره، ناس مشوشين الفهم والعقل، مشوشين التفكير. وطبعا يعني ما هو واحد زي محمد البشر ده هيعلم الناس ايه؟ هيعلم الشباب ايه؟ هيعلم الاطفال اللي بيتفرجوا عليه ايه؟ هيعلمهم ان المسجد الاقصى مش في فلسطين، والمسجد الاقصى مش اولى القبلتين، والمسجد الاقصى ليس له قدسية، مش موجود أصلا في فلسطين. ما الفرق بينه وبين الرافضة؟ الرافضة يقولون أن المسجد الأقصى مش في فلسطين، مع اختلاف الجهات. الرافض يقول في السماء الرابعة، وهو بيقول في الجعرانة في المملكة العربية السعودية. يعني هم الاثنين متفقين على أن المسجد الأقصى مش في فلسطين، مع أن أجمعت الأمة على أن المسجد الأقصى في فلسطين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، وأما الأنبياء هناك وصلى بهم. المسجد الأقصى في حديث في صحيح مسلم، أنا بصدقك يا محمد بشر، صدق الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه، لما الحديث بيقول إن آدم عليه السلام بنى المسجد الحرام، وبعد كده بنى المسجد الأقصى بأربعين سنة، يعني هو تاني مسجد لله، بيت لله يعبد فيه الله تبارك وتعالى، هو المسجد الأقصى، بني بعد المسجد الحرام. وبعض الأغبياء يعني جهلة يقبعون تحت خط الفقر في العلم الشرعي، يقول لك إن أول بيت للذي وضع ببكة مباركة، يعني آية دي تمحي إن فيه مسجد من المسجد الأقصى. هذا غباء، غباء منقطع النظير. ايه علاقة ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة اللي هو المسجد الحرام، وما علاقة ان مفيش مسجد اقصى اصلا؟ حد قال لك ان المسجد الاقصى اول بيت يبنى فيه على الارض؟ ابدا. الحديث الصحيح
أن المسجد الحرام هو أول بيت يبنى في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى، ثم المسجد الأقصى بعده بأربعين سنة. وهذا ما يعني تطابقت عليه آراء العلماء الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف. فمن يعتقد أو من يحاول أنه هو، أنا أعلم أن محمد البشري أقل بكثير من أنه يؤثر في هذه المسألة، إنما بس الواحد بيحذر منه ليه؟ لأنه بيأثر في بعض الناس، لأن بعض الناس بتعتقد ذلك، يعني ما عندهمش علم، جهلة زي ما أنا بقولك، مشوشين الفكر والعلم وكل شيء، وهم بيمشوا وراه. وللأسف الشديد أنا قلت له في الحلقة اللي فاتت، قلت له يا أستاذ محمد أنت كلامك ده كله لا يخدم إلا الصهاينة، لأن هم بيقولوا ما فيش مسجد أقصى ده هيكل سليمان. وعلى فكرة زي ما سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني رفع القواعد من البيت اللي هو يعني كان اللي هو المسجد الحرام، هو بناء آدم، ولكن سيدنا إبراهيم إيه بناء يعني كمله من القواعد ورفع وبناء، هكذا فعل سيدنا داود ثم سيدنا سليمان. فكان المسجد الأقصى أيضا بعوامل التعرية والبيئة واتهدم كذا وكذا لما بناء آدم عليه السلام، وجدد البناء بتاعه سيدنا داود وسيدنا سليمان، لكن هم ما بنهوش، يعني زي ما نقول سيدنا إبراهيم بنى البيت، لا ما بناش الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد من البيت، وإسماعيل، فهو وسيدنا إسماعيل رفع القواعد من البيت، لكن البيت موجود. كذلك فعل داود وسليمان عليهما السلام. هذه مسألة منتهية، وأنا مش خلافي، يعني هو زي لي مقطع على قناة الأستاذ محمد البشري يعني بيتكلم بيقول لي إن أنا بقول إن المسجد الأقصى ليس بحرم. نعم، وأنا خلافي معاك يا أستاذ محمد إن المسجد الأقصى حرم، أنا قلت إنه حرم أو مش حرم، ده مش خلافي معاك، إنما أنا خلافي معاك في إن المسجد الأقصى مش موجود في فلسطين، إن المسجد الأقصى ليس له قدسية، إن المسجد الأقصى يعني فاهم إزاي، مش ليس مهما عند المسلمين، ودي مصيبة كبيرة. مع إن الشيخ ابن عثيمين، وأنا ذكرت ده في حلقة قبل الماضية، ذكر أن هذا المسجد له فضل، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إليه إلى المسجد الأقصى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء هناك في المسجد الأقصى، أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء من المسجد الأقصى، له فضل، ومن المساجد التي تشد إليها الرحال، والصلاة فيه، الصلاة فيه أفضل بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، هو أفضل الصلوات، أفضل من غيره، يعني فاهم إزاي؟ يعني الصلاة فيه مفضلة. فهذه المسألة، إنما أنت تنفي قدسيته، تنفي شرفه، وتقول ده مش موجود هنا بخدمة للصهاينة، أنت بقى تبع أجندة صهيونية، ما هو كلامك ده يخدم الأجندة الصهيونية. كمان تستدل لي بواحد تنصر زي مصطفى راشد، واحد صحفي ولا بتاع تاريخ زي يوسف زيدان، ولا إسلام بحيري، ولا هؤلاء الناس ينكرون السنة، وأنا بسألك حديث الإمام مسلم، حديث الإمام مسلم، هل طبعا أنت لو بتؤمن بالسنة أكيد خلاص يعني حديث الإمام مسلم الموضوع انتهى، يعني الخلاف انتهى. إما أنا متفق إنه ليس بحرم. ليه ليس بحرم؟ المسجد الأقصى ليس بحرم لأنه لا تنطبق عليه أحكام الحرمين مكة والمدينة، مثلا تحريم الصيد فيهما واللقطة وإلى آخر هذا الكلام. فأنت ليه بتدلس وتكذب وتحاول توهم الناس إن محمود العوام بيقول أهو ليس بحرم؟ مش أنا اللي بقول، لا، لأنه هو تجوز فيه، يجوز فيه القتال ويجوز فيه الصيد واللقطة وغيره وغيره، خدت بالك قطع الأشجار، يجوز في المسجد الأقصى لكن لا يجوز في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. هذا هو، وده موضوع علمي، مش أنا لا أستطيع أن أجامل. أما أنت تستطيع أن تجامل وتريد أن تجامل وتدلس وتعمي على الناس الدين، فعندك استعداد، بص، تبقى تعمل خدك مداس للصهاينة، أنت عندك استعداد تبقى عبد للصهاينة، عندك استعداد يعني تصفهم بأشقائنا، تقول أشقائنا الإسرائيليين سيأتوا إلينا. أنا بقول لك لو أنت يعني بتفهم وعندك ذرة عقل بصراحة، يعني بكلمك بجد والله ما بهزرش، أنا بنصحك لله، خد العزة والكرامة وخد المجد من بلدك البحرين، فأنت يا ريت تاخد العزة والمجد والعظمة من البحرين. البحرين اللي هي يعني عاملة للفرس يعني بص ارتكارية، مجنناهم
يعني مخلياهم متغاضين غيظ، مش عايز اقول لك. ونقول للمجوس موتوا بغيظكم، فالبحرين هي خط احمر بالنسبه للامه العربيه والاسلاميه، وهتفضل كده يعني لقمه محشوره في زوركم، لان هي اللي اذلت الفرس. اذلت الفرس هذه الدوله، دوله عظيمه بحق. لكن للاسف انت محمد البشري جاهل بتاريخ بلادك، جاهل بتاريخ العرب، جاهل بالدين وبالشرع، فانا مش لاقي اي مبرر لك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يعيدك الى جده الصواب، امين يا رب العالمين. راجع نفسك، والله العظيم انا بكلمك ناصح لك، انا ما فيش بيني وبينك اي شيء، لكن لما تكذب وتدلس على الناس في امور ثابته، انت كانك تحفر في الماء لا فائده. انت يا محمد البشري انت كالدجاجه التي ترقد على بيض مسلوق، مفيش نتيجه، لن تخرج فراخا ابدا. كلامك ده كله صدقني ولا لي اي قيمه. انت شاغل نفسك بس وبتركب نفسك ذنوب وبترتكب اثام، ويعني اقول لك ايه، ارجع توب الى الله تبارك وتعالى. لن ينفعك الصهاينه ولا اليهود، وتقول اشقائنا الاسرائيليين، انت يعني ماذا اقول، مجنون. المسلم لا يمكن، المسلم عزيز. وانا بقول لك اقرأ تاريخ بلدك وخذ منها العزة، خذ منها الفخامة والعظمة وسابقتها في الإسلام ونشرها لدين الله. وهذه الدولة أذلت الفرس، أول يعني حملة بحرية عربية من الخليج العربي لبلاد فارس، لغزو بلاد فارس أو لفتح بلاد فارس، كانت من البحرين. عشان كده المجوس لهم ثأر عند مملكة البحرين، ولذلك بيهيجوا الناس اللي هم المجنسين اللي مملكة البحرين أحسنت إليهم وأعطتهم الجنسية ويتمتعون بكل مميزات الدولة، ومع ذلك لا يحمدون هذه الدولة ولا يشكرون، بل ولاؤهم للمجوس، يعيشون على أرض العرب وولاؤهم للفرس المجوس. وهذا والله يعني ماذا أقول، وأنا قلت قبل ذلك أقذر ناس وأحقر ناس، يعني لم تنجب الأرض أحقر من هؤلاء الذين يعيشون في بلد ويكون ولاؤهم لبلد آخر. وده خطورة التجنيس، يعني يكون يرفع علم إيران على مملكة البحرين التي أذلت إيران وستذل إيران دائما وأبدا إلى أن تقوم القيامة، وستكون لقمة محشورة وغصة في حلق الكيان المجوسي الفارسي. وأنا بقولها إن شاء الله تبارك وتعالى. مع ذلك تجد هؤلاء يتمتعون بكل المزايا ويوالون. والله العظيم إن رفع علم إيران داخل مملكة البحرين أقسم بالله، وهؤلاء يجب أن يؤدبوا ويعذروا وتتخذ معهم الإجراءات الحاسمة. إزاي أنا أبقى في بلد وأرفع علم بلد تانية؟ هذه خيانة وطن. إذا كانوا يعتبرون هذا وطن، إلا إذا كانوا لا يعتبرون أن هذا وطن، يجب أن تسحب الجنسية منهم تماما ويلقون في مزابل التاريخ في سلة المهملات فرغة. هؤلاء يعني يجب تتخذ معهم الإجراءات القوية الحاسمة، لأن هذا الذي فعلوه خيانة لمملكة البحرين العظيمة. فيا أستاذ محمد، زي ما أنا بقول لك بلدك عظيمة عزيزة قوية، خدت بالك؟ فيجب أنك أنت تتعلم من تاريخ بلدك، ولا تدهن الصهاينة، وما تبقاش عبد للصهاينة، ما تبقاش خادم للصهاينة، يعني واخد بالك؟ فكل اللي انت بتقوله ده بيخدم الصهاينة بس، لكن يعني يا ريت انك حتى لما تجيب مصادر هات من المصادر الإسلامية، مصادر موثوقة. طبعا انت مش هتلاقي مصادر إسلامية موثوقة يعني تسعفك في المسألة دي، فانت بتعمل ايه؟ بتجيب بقى من مجاهيل، تجيب من ناس محدش يعرفها، من الناكرات، من الامعات، فاهم ازاي؟ من الجهله، وخلاص وليك شغال وعمال تهبد زي ما انا قلت لك كده، يعني كالدجاجه التي ترقد على بيض مسلوق. فانا بقول لك انبح كما تريد حتى يبح صوتك ويذهب هباء منثورا، ولن تغير في الحقائق التاريخيه شيء، ولن تغير في دين الاسلام أي شيء، ولكن لا تدلس ولا تكذب، وارجع وتب إلى الله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبتك. اللهم تب علينا وعليك
وعلى المسلمين، آمين يا رب العالمين. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.